جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المنطقة الشرقية، وباعثتها إحدى أخواتنا تقول، المرسلة من المنطقة الشرقية الدمام ميم عين، تسأل وتقول: إنني أنا امرأة بلغت من العمر ما يقارب 24 عاما، والحمد لله أقوم بما أوجب الله علي من الصيام والصلاة والواجبات الدينية الأخرى، وأحمد الله على ذلك، إلا أنني تذكرت أنني في الماضي قد مر علي أشهر تقارب 3 أو 4 رمضانات لم أصم فيها، وذلك للعذر الشهري وللجهل أيضا. والآن أسأل فضيلتكم عن ماذا يجب علي الآن، إذ أنني كنت من سكان البادية ولا أعرف أمور ديني، جزاكم الله خيرا. واجب عليك الآن أمران: الأمر الأول القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتيها ولو كانت من زمان بعيد، لأنها دين في ذمتك وواجب في ذمتك فلا بد من أدائه، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام. والأمر الثاني، عليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير، عن تأخير القضاء إلى هذا الوقت، ومقدار طعام المسكين نصف صاع بمقدار كيلو ونصف عن كل يوم، تجمعين هذه الكفارة عن الأيام وتدفعينها لمسكين واحد أو لعدة مساكين أو لبيت من بيوت الفقراء أو عدة بيوت، كل ذلك مجزئ والحمد لله، سواء دفعتيها مجتمعة أو متفرقة لا مانع من ذلك. نعم.